صباح الخير يا دبلومة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بطليموس الثالث يوريتس ابن بطليموس الثاني. الحقيقة بطليموس الثالث لازم نرجع كده فلاش باك نشوف شجرة العيلة عنده عاملة إزاي. زي ما قلنا قبل كده إن بطليموس الأول اتجوز 3 مرات، أرتاكامة اللي هي تعتبر البيرشن برنسس وهو ما خلفش منها، واليوروبيان برنسس اللي هي يوريديكي. وزي ما قلنا ان يوريديكي كان ليها 3 ولاد من بطولمي اللي هو بطولمي كيرانوس ميليجر اند ليساندرا، وان هي استبعدت عن العرش من قبل الوصيفه بتاعتها اللي بعد كده بقت الزوجه اللي هي برينيكي ذا فيرست. وبرينيكي ذا فيرست خلفت من بطليموس الاول فيلوتيرتا، ارسنوي ذا سكند، وبطولمي ذا سكند. زي برضو ما قلنا قبل كده ان ارسنوي الثانيه خلاص تزوجت من لسيماخوس، وبعد موت لسيماخوس راحت لبطولمي كيرانوس وتزوجته وهو قتل ولادها. وبعد كده في النهاية جوزت بطليموس الثاني اللي هو شقيقها. طيب، وبطليموس الثاني كان في الأصل متجوز مين؟ كان في الأصل متجوز أرسنوي الأولى اللي هي دوتر اوف لسيماخوس اوف ثريس. طيب، هل معنى كده بطليموس الثالث ابن مين؟ هل هو ابن أرسنوي الثانية الزوجة الثانية لبطليموس الثاني، ولا ابن أرسنوي الأولى بنت لسيماخوس سان أوف ثريس والزوجة الأولى لبطليموس الثاني؟ هو ابن أرسنوي الأولى خلاص. بطولمي ذا سكند مارد أرسنوي ذا فيرست ذا دوتر أوف لسيماخوس سان أوف ثريس أند ذي جاف بيرث تو بطولمي ذا ثيرد لسيماخوس وبرينيكي. اتسمى لسيماخوس تيمونا بمين؟ تيمونا بحما بطليموس الثاني اللي هو لسيماخوس سان اوف ثريس خلاص. اتسمت برينيكي تيمونا بايه؟ والدة بطليموس الايه؟ الثاني. الاكسترنال بوليسي اوف بطولمي ذا ثيرد، الحقيقه السياسه الخارجيه لبطليموس الثالث بتتركز على حاجتين رئيسيتين. اول حاجه الحرب السوريه الثالثه والتي خاضها واستمرت فتره 246 ل 241 قبل الميلاد، واستعاده قوته في منطقه سيرنايك. يبقى the external political power or external policy, external events of Ptolemy III could be concluded in two major issues. أول حاجة the third Syrian war, it lasted from 246 to 241 BC. This is the first thing. And the second thing is regaining the power. What is the meaning of regaining the power? يعني استعادة السلطة في منطقة إيه؟ قورين. برضه هنرجع فلاش بلاك كده لفتره بطليموس الثاني، وقلنا ان بطليموس الثاني خاض حرب مع انتيوخوس الثاني صح، وبعد طول الحروب وجدوا ان الحل في الزواج، وعلشان كده وفي نفس ذات الوقت علشان عايز يتقي شر ماجاس اللي هو الاخ غير الشقيق ليه في منطقه الغرب. زي ما قلنا ان بطليموس الثاني كان بيحارب قوتين، واحده في الشرق وواحده في الغرب، اللي في الشرق اللي هو انتيوخوس الثاني، واللي في الغرب ماجاس الاخ غير الشقيق ليه. And therefore he tried to regain the power by Cyrene and Syria by diplomatic means، بوسائل دبلوماسيه. اول حاجه عملها ان هو زوج ابنه بطليموس الثالث اللي هو وريثه على العرش لبنت ماجاس خلاص، واتسمى ببرينيكي الثانيه، وزوج بنته اللي هي برينيكي سيرا لألد أعداء بطليموس الثاني. مين هو ألد أعدائه؟ أنتيوخوس الثاني. ليه زوجها لألد أعدائه؟ ليه؟ علشان ما يحصلش مشاكل وما يحصلش أي حروب. تمام. يبقى بطولمي ذا سكند wanted to secure the borders of the Ptolemaic kingdom from the east and the west through marriage. خلاص، after a series of wars he wanted to secure the eastern and western borders of Egypt by marriage. He married his son and his heir Ptolemy the third to the daughter of Magas. Was Magas? Magas was the half brother of Ptolemy the second. خلاص، so Ptolemy the third married his cousin and she was called Berenike the second. تمام. And also he married his daughter, Ptolemy II married his daughter Berenike Sira to his enemy. Who was the enemy of Ptolemy II? The Seleucid king Antiochus II. Antiochus الثاني توفى سنة 246 قبل الميلاد، وطبعا برينيكي بنت بطليموس الثاني كانت بتطمع ان هي تبقى الملكة هي وابنها.
خلاص. لكن اللي حصل العكس، اللي حصل ان تولى العرش سيليوكوس الثاني. سيليوكوس الثاني ده كان الابن الاكبر لانتيوخوس الثاني من زوجة اولى واللي هي اسمها لاديوكي. طبعا ثارت فائرة برينيكي سيرة، وهي كانت هي اللي عايزة تبقى الملكة، وكان عايزة ابنها هو اللي يوصل على العرش، وعلشان كده رفضت هذا التتويج واعلنت ابنها ان هو الملك، واستغاثت باخوها الملك الجديد في مصر اللي هو بطليموس الثالث. قالت له تعالى يا اخويا الحقني، ده انا ايه، هما بعد ما ضحت، هي شافت ان هي ضحت وتزوجت ألد اعداء ابيها، فبالتالي في الاخر يبقى ابن جوزها هو الملك. ده طبعا هي حاجه ايه رفضتها، تمام. يبقى after the death of Antiochus the second خلاص his elder son was Seleucus the second from his first wife Ladioki get access to the throne. Berenike Syria was wishing to be the queen and her son to be the king. However, she was the second wife. This didn't happen and she get angry and announced her son to be the new king. هي اعلنت ابنها ان هو الملك. Also she asked the assistance of her brother the new king of Egypt Ptolemy the third. الحقيقه بطليموس الثالث شد الرحال وراح بقى لانقاذ اخته، لكن في النهايه طبعا هو كان بدايه الحرب السوريه الثالثه. اول ما وصل لمنطقه انتيوخ وهي احد البلاد او المدن اللي كانت تبع الدوله السلوقيه، وصلوا خبر قتل برينيكي وابنها اللي هي اخته وابن اخته، واعتقادا منهم ان هم لما يقتلوا برينيكي يبقى السبب لوراء هذه الحرب سينقضي، وبالتالي ان بطليموس الثالث هيعود ادراجه لايه لمصر. لكن العكس هو اللي حصل، ان بطليموس الثالث قرر ان هو يستمر في الحرب ضد ايه الدوله السلوقيه، تمام. بطليمي ذا ثيرد led a great military campaign. يعني ايه led a great military campaign؟ كان على راس يقود حمله عسكريه ضخمه to Antioch one of the Seleucid main cities. As soon as he arrived the city خلاص Berenike and her son were killed. However, this didn't hinder him. يعني ايه hinder him؟ لم يمنعهم from completing his campaign, and this was one of the most important and most successful campaigns in Ptolemaic campaigns in Syria. This is Antioch اللي احنا ايه اتكلمنا ايه عليها. الحقيقه بطليموس الثالث قدر ان هو دخل بعض المدن وقوبل بالترحاب وقوبل بشكل كويس جدا من بعض المدن السوريه او التابعه للدوله السلوقيه زي انتيوخ وبيبلوس اللي هي جوبيل حاليا. وصل لغايه منطقه ميزوبيتاميا، وصل لمنطقه افريتس، وصل ان هو احكم سيطرته على بعض الاماكن المطله على بحر ايجا زي سيسيليا، منطقه ثريس، نورث سوريا، شمال سوريا، كل دوت هو احكم قبضته عليها خلال هذه الايه الحمله. بطولمي ذا ثيرد ريسيفد هومج. يعني ايه ريسيفد هومج؟ يعني وصل يعني وصلوا التبجيل، قوبل بالتبجيل والترحيب من قبل مين بقى؟ of the satrap. The satrap is the ruler. حاكم ولاية معينة is called a satrap. From the satraps of Seleucia, Antioch, and Byblos. He even reached as far as Mesopotamia, now in Turkey, and Euphrates. He controlled over different places along the Aegean Sea, like Sicilia, and many cities like Thrace, and even North Syria. ده بالنسبة للحرب السورية. وهو سيطر على مدينة مهمة جدا جدا جدا، وكانت من أحد أهم المدن، لأن هي كانت بها قلعة حصينة، كانت تعتبر مدينة على الساحل، فإذا هي ميناء تجاري هام جدا اللي هي السلوقية خلاص. وكان الدولة السلوقية بتعتز بهذه المدينة جدا لأن هي من أهم مدنها. Ptolemy the third gained control over one of the most important Seleucid cities, which is called Seleucia in Syria. It was the Seleucian gateway to the Mediterranean Sea. هي كانت تعتبر المفتاح لخط الدخول لدول البحر المتوسط. And it was also the fortress and a naval city. يعني ايه naval city؟ يعني مدينة بحرية من الطراز الأول.
ادي المربع اللي سيطر عليه بطليموس الثالث، وادي مدينه سلوقيه، ادي انتيوخ القوب اللي فيها they paid homage, the satrap of Antioch and Seleucia paid homage، اظهروا امتنانهم لبطولمي the third. فبطولمي بعد كده للاسف اضطر ان هو يتراجع نتيجة وجود ثورة في مصر قادها المصريين ضد بطليموس الثالث، ودي تعتبر أول ثورة سجلت في عهد البطالمة ضد الحكم البطلمي. فللأسف بالرغم كل هذه الفتوحات لكن اضطر ان هو يرجع ويسحب قواته تاني لمصر. بطليمي the third had suddenly to return to withdraw ينسحب to Egypt because of a sudden uprising that happened in Egypt, and this considered to be the first known uprising or revolution in the Ptolemaic history against the Ptolemaic kings. الحقيقة طبعا مع انسحاب بطليموس الثالث، مين اللي يعني هيحاول بقى ياخد الفرصة؟ سليوكوس الثاني. فهو هحاول ان هو فعلا ان هو ياخد هذه الفرصة، وراح بيبلوس اللي هي جوبيل واعلن نفسه ان هو ملك الدوله السلوقيه انقاذا لايه؟ لموقف هذه الدوله الحرج. يبقى سليوك ذا سكند ميد يوز اوف، يعني ايه ميد يوز اوف؟ استغل. هي ميد يوز اوف ذا ويست جو اوف بطولمي ذا ثيرد، انسحاب بطليموس الثالث تو ايجيبت. هي وينت تو بيبلوس اند اناونس هيم سيلف، يعني ايه اناونس هيم سيلف؟ اعلن نفسه تو بي ذا كينج اوف ذا سلوسيد امباير ان 245 بي سي. ادي بيبلوس اللي احنا بنتكلم عليها اهي، خلاص كان بطولمي ذا سكند كان وصل لغايه هنا، وللاسف اضطر ان هو ينسحب لغايه مصر، وراح سليوك ذا سكند في بيبلوس واعلن نفسه ملك هناك. بعد ما قضى على الثوره بطليموس الثالث، الحقيقه هو كان عايز يستعيد برضو ملكه، وحقق انتصارات قويه جدا في منطقه سوريا ومنطقه اسيا ماينر، فبعت حمله بقياده واحد اسمه بطولمي اندروماخوس، ويقال ان بطولمي اندروماخوس هو احد الاولاد غير الشرعيين لبطليموس الثالث، وراح هناك وسيطر على منطقه افسس، وهناك تم عقد عن معاهدة السلام ما بين الطرفين، الدولة السلوقية والدولة المصرية. وإيه اللي استفادته مصر من الحرب دي؟ إن هي وطدت سيطرتها على منطقة سيلي سيريا، وأثبتت إن الدولة السلوقية في أضعف حالتها، ومصر أحكمت قبضتها على كتير جدا من الأماكن على طول بحر إيجيب. هو ده اللي استفادته مصر في الحرب السورية الثالثة. A Ptolemaic campaign after suppressing the revolt in Egypt. بعد ما تم القضاء على الثورة اللي بسببها انسحب بطولمي the second، he led another campaign, another Ptolemaic campaign was led by Ptolemy Andromachus, probably an illegal son of Ptolemy the third. In the naval, in the city of Ephesus, he controlled over this city and a peace treaty was declared. يعني ايه peace treaty؟ يعني معاهدة سلام. Was declared, أعلنت between the two sides, between the two enemies, the Seleucid Empire and the Ptolemaic Empire. ادي مدينة افسس اللي احنا بنتكلم عليها. ايه النتائج؟ زي ما قلنا the Ptolemaic Empire reached its peak. The power of this empire reached its peak. وصلت لأعلى أعلى حاجة ممكنة. The Seleucid Empire faced weakness. ده كان مراحل ضعف بالنسبة للدولة السلوقية. And the Ptolemaic Empire controlled over Cyprus, قبرص and سيلي سيريا. خلاص سيبرس and سيلي سيريا became under the complete control of Ptolemy the third. كانت تحت السيطرة الكاملة لبطليموس الثاني. دي كانت أول محور من محاور السياسة الخارجية زي ما قلنا لبطليموس الثالث. نيجي عند منطقة قرين. هو أصلا بطليموس الثالث كان متجوز مين؟ كان متجوز بنت مجاس، ومجاس ده كان والي أو حاكم قرينة، فبالتالي بموت مجاس اللي هو عمه او اخو بطليموس الثاني الغير شقيق، ستقول قورينا لبطليموس الثالث، وهذا ما حدث. بطولمي the third and his wife Berenike the second, خلاص the daughter of Magas, re-established the Ptolemaic authority, regained the Ptolemaic authority in Cyrenaica في منطقة قورينا. Rebuilt the old harbor of Baraka اللي هي منطقة برقة، مدينة برقة في ليبيا. They also established a new harbor which is now called Benghazi.
ميناء بنغازي دوت اساسه بطلمي. طيب ده بالنسبه للسياسه الخارجيه. السياسه الداخليه ايه الحاجه اللي احنا ركزنا عليها لو فاكرين؟ ان حصل هناك ثوره، والثوره دي كانت نتيجه ايه؟ كانت نتيجه الظلم الاقتصادي والاجتماعي. اليونانيين هم اللي بيتقلدوا مناصب، هم اللي معفين من الخدمات الالزاميه، فدوت حاله الظلم في المجتمع في هذه الفتره ولد نوع من انواع الغضب ادى الى وجود ايه ثوره. لكن في النهايه بطليموس الثالث قدر يقمع هذه الايه الثوره because of the social and economic injustice. يعني ايه injustice؟ الظلم، عدم العداله، عدم المساواه. The Egyptian workers, العمال and farmers made an uprising during the reign of Ptolemy the third. However, the Ptolemy the third could suppress this revolution. يعني ايه suppress؟ يعني قدر ان هو يقمع هذه الايه الثوره. مصر وصلت لأقل معدل من معدلات الفيضان، ويقال إن مصر استوردت قمح في هذه الفترة من فينيقيا ومن سوريا، وده يدل على شيء، يدل على إن الفيضان انخفاض انحسار منسوب الفيضان أدى لكارثة كبيرة، فعلشان كده مصر استوردت إيه القمح. مصر بطليموس الثالث عمل مرسوم غريب جدا، ان الناس اللي بتمر على مصر اللي عندها لفافات من البردي حامله لاوي اوجه وجه من اوجه العلم سواء كتب او باللفافات البردي كان بيتم مصادرتها ووضعها او حفظها في مكتبه اسكندريه، وكان بياخد بدلها الشخص ده انواع اخرى من البضائع، لكن كان بيحتفظ ببطليموس الثالث بلفافات البردي ديت في مكتبه اسكندريه. In 245 BC, the flooding of Egypt reached its lowest level, and therefore grain was imported from Syria, Phoenicia, and Cyprus. من قبرص، من فينيقيا، من سوريا. Ptolemy III gave his orders that every traveler who had papyri rolls or books with him, they should be preserved in the library of Alexandria, and in return. في مقابلها ايه بقى؟ another substitute was given to the traveler، نوع اخر من البضائع كان بيعطى لهذا المسافر لاسراء بقى ايه كل الحركه دي. ليه كان بيعملها بطليموس الثالث؟ لاسراء مكتبه اسكندريه، او يعني لزياده المنتج الثقافي لمكتبه اسكندريه. ده كان بطليموس الثالث. خلاص، وإن شاء الله بعد كده نتكلم على بطليموس الرابع إن شاء الله في المرة القادمة.